تلاحظي كمان ان اللعيبه بقى عندها خوف على الفريق، ده كان من اول الشناوي لغايه اخر واحد في الملعب بيبقى موجود مركز، مش عايز حد يغلط، مش عايز اي هجمه تيجي عليه، مش بيترجم ان دي حاله عصبيه بتحصل في الملعب او نرفزه او اي حاجه، لا هي حاله احنا الاهلي بيلعبوا بلسان جمهور الاهلي. لما بنروح نلعب بره هاني او اي حته بنلاقي شويه جماهير صغيره كده بتشجعنا، احنا ماشيين وسايبينهم، لازم نسيبهم بنتيجه حلوه. لازم نسيب لهم الاسم اللي هم الكبير العاشق، انا بسمي الاهلي ده عشق، ناس تقول لك الاهلي ده حياه، معشوق واحنا بنقول لك حياه وعشق، بنعيش عليه، بنبقى متوجين واحنا ماشيين في الشوارع ان احنا محطوط علينا سبوت لايت انا وانت وهاني ان احنا الاهلي، انتوا ما شاء الله مليين الشوارع كلها سبوتات وكده، واحنا عندنا تاريخ كله بيوفر لنا التعامل مع الناس وحبهم لينا طبعا. فلازم العمليه بينا او من غيرنا كل منا في موقعه ان الحكايه تبقى ابجريد، يعني لازم تبقى فوق زي ما هي، الجميع كله بيشتغل تحت امرها.